ريحتي تاني. وهو اللوكر بتاعي. أوبس. يلا اقفل. إيه ده؟ صندوق أمانات؟ أنا هفضي مساحة هنا. هاي خدي بالك. هاي إيه اللي بيحصل هنا؟ كفاية فوضى، إنتي مقبوض عليكي. أنا فين؟ ده هيكون بيتك الجديد. إنتي بتهزري، ده فظيع. لازم تتعودي عليه. يمكن يكون عندك أوضة أحسن؟ آه، هشوف أقدر أعمل إيه. أوكي. كده أفضل. أهي الاختيارات. إيه رأيك في دي؟ ممكن حاجة أحسن؟ دي بس اللي أحسن. شكلها كويس. يبقى أهلاً بيكي. آه، هو ده كمان لازم؟ بس أنا عاجبني التصميم. أنا سعيدة إن أسمع ده. 1100 1200. أها، أنا مش هسمح بالرشاوي في قسم البوليس بتاعي. أنتِ مقبوض عليكي. ما تفكريش حتى في الهروب من هنا. أنتِ مش شرطية خلاص. أتمنى لك وقت سعيد في السجن. بس كده؟ لا، هخليكم تطلعوا لو اتحولتوا عرايس بحر. هتقدروا تعملوا كده؟ طبعا، مش هسيب انسان يطلع عرايس البحر، بس افتكروا. اوكي يا باص، مش هيكون سهل. انا هبدأ بالميك اب. هو في الليست. اكيد في حاجة هنا. اوه، عيش. هو فريش ولا لا؟ دي شنطة ميك اب حد؟ مبتكرة جدا. دلوقتي اكيد هقدر اتعامل. انا هبدأ بالرموش. ايه ده؟ انتي جبتي دي معاكي؟ عيش، انا هصدره. هو متورط في قضية السندوتشات. وانا المفروض اصدق ده؟ اه، دلوقتي هتصرف الموضوع. واو، طلع رائع. الهروب أولوية، بس اللياقة لازم تكون في وقتها. لازم أجرب شنطة الميك اب الطائرة. تعالي لي. آه، وانتوا هنا كمان. تقدروا ترتاحوا. شغل هايل. ده ليكي. بقشيش. خليتي فرانكلين جميل قوي. اوكي، عروس البحر ايه من غير قشور؟ برينتر تروم تريك هتصلح ده. مش مريح قوي، بس النتيجه تستاهل. جميل، ممكن نشطب على الميك اب والقشور من الليست. اه، انا تعبانه قوي. ايه الخطوه الجايه؟ طب ايوه، انا كمان مش عاجبني اللبس ده. هاي، تحبي تلعبي بالظهر؟ يلا نجرب. أتمنى حظي يكون حلو. 7. دورك. يلا يا مخالب، ما تخذلنيش. 4. ووهو، أنا كسبت. مش ممكن. وأنت عايزة إيه؟ أنا محتاجة توب. يو، كنت فاكرك هتطلبي بيت. استني، رحت فين؟ أهي الكاسة بتاعتك. شكرا، ساعدتني أوي. القمار ممنوع. أظن إن أنا في مشكلة. وهو جه المنظم. تحب تلعب؟ مفيش زيي في اللعبة دي. هراهن على العصاية بتاعتي. طبعا يا حضرة الظابط، يلا بينا. أنت بتغش؟ تعال معايا. أنت مبوط بتهمة التحرير وتنظيم ألعاب سرية. وأنا أكيد هكسب كل حاجة تاني. الطب على قدي بالظبط. أنا قربت خطوة للحرية. جاهزة. إيه اللي على الموضة دلوقتي في عالم عرايس البحر؟ آه، ده ذوق وحش. أنا معايا فكة أكتر في جيبي. واو، ده حصري. بالظبط اللي كنت بدور عليه. الكارت الذهبي، أنت منقذي. وقت إن أنا أجربه. اللولي هيليق عليا. واو، التوب بيبين ثروتي. بس برد أوي هنا. إيه بطانية؟ كده أحسن. القهوة بتاعتك لطيف جدا. كفاية مجلة. هاي، ايه ده؟ هي دي ملك حد متسول عندنا محرقة هنا؟ اتخلصوا منها.
واو، حلوة قوي، جميلة وملونة، ممكن أحتاجها لشعري. هو بيعمل إيه؟ وهو جه وقت الانتقام. سيبني، فكر في تصرفاتك. كابلات، يا ريت أعرف أجيبهم. أعتقد إن أنا هعرف أعملها. تعالوا لي. هي ده المفروض ينفع. دلوقتي بقى عندي كيرلينج ايرون. يلا نلف شعري. هتنفع، رائع جدا. اقدر كده ما اروحش للصالون. الشعر جاهز، لسه فاضل شويه. انا بدات احب المكان هنا. جه الوقت، الوقت من ذهب وكيرلر حلوه. خلاص كده شكلي حلو. أوتش، بتوجع قوي. ايه الصريخ ده؟ انا هصرخ وقت ما انا عايزه. لو ما سكتيش هسكتك، ما تكبرنيش. دراعك قصيره قوي، انت اللي جبتيه لنفسك. انا فعلا خايفه. انا مش هسمح للسجناء بتوعي يضحكوا عليا. لو قدرت تسكتي يبقى تسكتي. دي كلماتك الأخيرة. ده مش هينفع. هاي، ما تزعلش، ليق عليك. ده مش لطيف. سبت لك قبلة. إيه؟ أوه لا، ليه مش بتروح؟ أنا مش هسامحك. خد أكتر يا بيبي. دلوقتي مش هتوجع حد. اعملوا لايك للفيديو. عجبكم مشبك شعري؟ هيكون احلى كمان في شعري. انا ببساطة لا اقاوم. هي ايه الدوشة دي؟ ممكن تكون اهدى شوية؟ واو، انتي زي موتور المراكب. انا محتاجة سناك. وات الهاك، مفيش مية، كلي دنتي. بس دي ما استوتش. هاكلها ازاي؟ دي اسميه. انت عايزة تعلمي الإيطالي ازاي يطبخ؟ وصفة العيلة. دي ما تتاكلش. عندك حق، يلا نضيف مية. دلوقتي بقت مستوية بزيادة. بون أبيتي. هو غريب قوي. بما اني مش هقدر اكلهم هعمل تيك. يا ريت اقدر الونهم. بالظبط اللي محتاجاه. جميل قوي. دلوقتي محتاجه توكة شعر. يلا نزينها بمكرونه الضابط مايكل. ايوه شكلها حلو جدا. هضيف شويه اعشاب بحر، هتكون اورجانيك اكتر. روم تريك، حديقه اعماق البحر بقت جاهزه. هي كل اللي فاضل اضافه شويه صدف. يلا نلونهم بالوان مختلفه. دلوقتي كلها هيشوف التاج من على بعد ميل. واو رائع جدا. وايسنج على الكيك. يلا نضيف شويه جليتر. اهو خلاص تاجي لي بعروسة البحر الأميرة. أنا حبيته. خلصنا نقطة كمان. التاج مش غدا. ظابط، استنوا. كراب، ممكن تديني شوية عصيدة؟ رجعي مكانه، فرصتك في الأكل راحت. أنا هاكل زي الملوك. شوفان يا فندم، ليه صلب كده؟ يلا. لا، هاكله ازاي من غير معلقة؟ التجربة التانية. هو خرسانة؟ ده ممكن يفيد. عندي فكرة، ما تزعليش. لو الحياة ادتك ليمونة اعملي لنفسك عقد. هي ايه ده؟ دي بتاعتك؟ ما تعذبيش نفسك. شكرا بس متأخر قوي، عندي حاجة أحلى. الفلوس بتهدي جدا. لسه فاضل ايه؟ بالظبط الديل، في منتهى السهولة. هيا دي تروم تريك، أنا عايزة ديل. هو ده أنتي؟ أنتي اتصلتي؟ أيوة، دي البقرة ولا دي الحصان؟ لأ، دي العروسة بحر. أنا هدفع كاش. واو، بالفلوس دي هعمل لك ديلين. أنا محتاجة واحد بس، هيكون رائع. وشكله عامل ازاي؟ انتي عايزة نفس الشكل؟
بالظبط. طيب انت عملتي ايه؟ ده بيوجا، احنا لسه حتى ما بدأناش. بسرعة كده، فيها ايه؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ ده لون رخيص قوي، من فضلك اعملي حاجة. فهم، يلا نحط الذهب. كان هيغمى عليا. يا فندم انتي كويسة؟ اتنفسي. سمعني؟ هاي، هو ده كان حلم؟ واو، ده بالظبط اللي كنت عايزاه. شكرا. ده كان اوبس، ما كانش قصدي. طيب خلاص كده، الحرية. ظابط؟ واو، انا خلصت. انا لسه جعانة. لسه في حاجة ناقصة. ايوه صح، الديل. ممكن اجيبه منين؟ في ايه تحت السرير؟ اتمنى تكون حاجة مفيدة. واو، باب لمأوى السلاحف، يمكن يقدروا يساعدوني. نيوتجين كتير. دي فرصتي. كراف، تعال معايا. انت هتكون مرشدي، يعني انت هتروح الاول. مرعب جدا. واو، مخالبي. شكرا. هاي، بالراحة. أتمنى لك يوم سعيد. ما كنتش متوقعة ده. تشاو. هو محظوظ. طيب أنا كمان لازم أنط. واو، جميل قوي. كنت بحلم بقوس قزح. شكرا يا سلاحف. أنا جاهزة. هيا ظابط، افتح القفص من فضلك. هي، هو راح فين؟ ده غريب. ايه ده؟ اقدر امشي اخيرا. انتي؟ هاي، انتي لابسه ايه؟ لبس عروسة البحر. انتي اكيد بتهزري. استني، شكلهم بيتنمروا على الطفلة دي، لازم نتدخل. يلا نحميها بسرعة. اوتش، ايه اللي حصل؟ هي، كل حاجة اتلخبطت. أنا كمان مش عاجبني، بس لازم نستعجل. بطلوا تتنمروا عليها، إحنا عرايس البحر، هنقف معاها. آسفين. هي عملت لنا إيه؟ شكراً يا عرايس البحر. مفيش مشكلة يا بيبي، أحسن بكتير. ياي، واو. ثانية واحدة، في إيه عندنا هنا؟ بوابة. واو، أخيرا أنا في البيت. هاي، ما تنسونيش. أوه حبايبي. هاي، امشوا من هنا. إيه؟ تروم تريك. اتفضلي هو بيبي. بصي، إيه اللي عملتيه ده؟ أنا زهقت منك، أنا هتصل بأرسلة. ألو؟ أهو، أنتي أكيد بتخدعيني. أنتي فعلاً مستعدة تكوني عروسة بحر؟ طبعاً، أنا فرحانة قوي. القشور، يلا نبدأ بيهم. ماما، أنا عروسة بحر. طبعاً يا بيبي. أوه لا، أنتي عارفة القواعد يا بيتي. ما كنتش بخدعك. أرسلة، دي هتكون عروسة بحر قريب. إحنا لسه بادئين الميك أوفر حالاً. فعلاً؟ اوكي. انتي رايحه فين؟ ماما، انتي بوظتي كل حاجه. ازاي تتجرأي وتطلبيها؟ مفيش مهملات تاني في بيتي. طيب النرد دي هتعمل ايه هنا؟ انا بنتها الحقيقيه وبتكلمني بطريقه اسوأ من البنت اللي متبنياها. حاجه جديده، هاخد الحاجات الحلوه. انتوا مين؟ انتوا ممكن تساعدوني. باي باي يا اختي. ايوه، تعرفوا تتصرفوا مع المزعجه دي؟ انا بدفع كاش. طبعا، بس احنا مش عايزين فلوس. شكلكم ما بيقولش كده. طيب انتوا عايزين ايه؟ رجعينا بشر تاني لو سمحتي، واحنا نعملك اي حاجه. في حد جاي. هي راحت فين؟ الجيران دول لطاف قوي. دي
دي حتى ما شافتنيش. انتوا لازم تستخبوا بسرعة، بس ما تتوتريش. هاي ماما. ها؟ اتخلصتي من المهملات؟ طبعا، ودلوقتي بساعد جيراننا في التجديدات. لكن الرولر بتاعتك فاضية، دي ناشفة خالص. أنا هعتني بجنينة، لازم هسقيها. إحنا خلاص سقيناها. أوكي، هاتيها معاكي، أنا محتاجة مساعدتك في البيت. بيبي، تعرفي تعملي ده؟ بتتكلمي عن الميك اب؟ ثقي فيا. هاي أختي، وريني وشك. إنتي هتتريقي عليا؟ مستحيل، أنا هنا عشان أساعدك. هاي، أتمنى إني ما ندمش. إنتي متأكدة من اللي بتعمليه؟ أيوة، هتكوني أحسن بكتير. هاي، أنا كده مش شايفة حاجة. إنتي فاكرة إن دي حاجة تضحك؟ ما تقلقيش، إنتي فعلاً لا تحتملي. آسفة يا دادي. تعالي معايا، إنتي هتكوني أجمل عروسة بحر. إديني دقيقة، ده جهازي الجديد. يلا نجربه. شفتي؟ ده ما بيخوفش خالص. غمضي عينيكي. حلو. يلا نضيف شوية كمان. ها، دي بتزغزغ جدا. ممكن أحط ملمع شفايف؟ طبعا، أنا نسيت خالص. حلوة قوي، شكرا. خليني أبص عليكي. الحلقة ده هيليق عليكي قوي. ما تتكسفيش، يلا قيسيه. مامي، إنتي الأفضل. ده مش عادي. هي مش بتهديني بأي حاجة خالص. أنا هنا، يلا ننفذ الخطة. أنا هشغلهم. ماما، ممكن تساعديني في المطبخ؟ شكراً. أنا ممكن أساعد كمان. أخيراً، مفيش غيرنا إحنا الاتنين. ها، أهم حاجة إن إحنا نفضل محدش شايفنا. مفيش حركات غريبة. أوبس. إيه، فين الحلقة؟ إلا ده؟ ماما! حبيبتي، إيه المشكلة؟ حلقي ضاع. دي حاجة مرعبة، ممكن يكون راح فين؟ بص اهو اللص. هي، رجع لنا حلق أختي. أنت محتاج البنت مش المجوهرات. اللي ورا ودانك ده؟ في إيه؟ جميل ها؟ أيوه شكراً. هي ليه دايماً بتاخد أحسن حاجة؟ ماما، مفيش عندك خدع تانية؟ طبعاً. إديني ثانية. خدي ده. جاروف؟ بجد؟ روحي اهتمي بجنينة الجيران وجنينتنا احنا كمان. كده مش عدل. خلي بالك، انا هوريكي. هاي اختي، ايه رايك في المجوهرات دي؟ ايه ده؟ ماما، دي بتتنمر عليا. ما تعيطيش يا بيبي، روحي اغسلي وشك. انتي بتعملي ايه؟ انتي كده زودتيها. هي اتاخرت قوي كده ليه؟ هاي، انتي لسه ما خلصتيش الجنينه؟ دلوقتي ممكن نعمل الطب. انا تقريبا خلصت. في حاجه جامده هنا. ها، واو، انا لقيت كنز. هاتي. هي، انا لقيته الاول. ايه دي؟ ده للبيبي. جميل قوي. دلوقتي الطب ما بقاش مشكله. هنحتاج قطعه فوميرين. نقص الشبابيك ونغطيهم بالكشور. تروم تريك، مش شكله رائع؟ دلوقتي هنضيف خطوط بشكل قشور. هي، دول كفايه للزينه، كلها حاجات مناسبه للبيبي. ملون قوي، البيبي هتحبه. ودلوقتي الطب، يلا نزينه بخيوط من اللولي وقشور. صدفه البحر هتكون هايله، وقشور كمان هتكون حلوه. جميله جدا. هو سيد الاكتاف، ده طلع شكله احلى بكتير مما تخيلت. دي فرصتي، تعالي. استني، ما ينفعش تاخدي الشوكة الثلاثية من غير ما تستأذنيني. أنا كنت بس همسحها وأنضفها. ما تخافيش، ممكن أساعد مامتي صح؟ جاهزة؟ مفيش تراب. أنتي بتتصرفي بشكل مريب، أنا مش عاجبني ده. هاي بيبي، ده معاد إنك تجربي الطب الجديد. إيه ده؟ واو، مين ممكن يكون خطفها؟ وهيحتاجوا شوفتي الثلاثية دي في إيه؟ أوه لأ، مين هناك؟ شافتنا. أها، ولا حركة. أهم هنا، أثرهم بتوصل لهنا. ممكن يكونوا هنا؟ هاي بيبي، كده الموضوع بقى غامض أكتر، لكن الأمور كلها مرتبطة ببعض. استني، كده فهمت. أوبس، باب غلط. الشوكة الثلاثية، أقفي عندك يا أنسة،
نعم يا مامي. تعالي لي حالا، انت ليكي علاقة بالموضوع ده ها؟ لازم نحقق في الموضوع ده صح؟ موافقة، يلا نبدأ. شو أهم حاجة أبعد شكوكها عني. سيبوني أنا هتصل بالبوليس. هي انت شحنك خلص؟ مفيش معاك شاحن؟ أنا محتاجة شوية صغيرين. مفيش مشكلة، شكرا. استنى، الكابل مش مناسب. يا شباب لو سمحتوا ساعدونا، اعملوا لايك للفيديو ده عشان تشحنولي موبايلي. المحاولة نجحت، شكرا يا شباب. مامي هتتصرف معاكم، هتخليكم تتمنوا الرحمة. اهي هنا بيبي، انتي هنا. لا دي هي تاني. لقيتك، شكرا يا نبتو، انتي كويسة؟ شكرا يا ماما، انا فرحانة قوي اني شفتك. لسه ما شفتيش الطفل الجديد بتاعك، يلا اسيه. واو حلو قوي، احنا لازم نوقفه، ده الشخص اللي خطفني. ما تقلقيش انا هتصرف معاه، انا محتاجة طعم عشان اوقعه. واعتقد اني لقيت الطعم المثالي، انا هسلف منك دي. انتي بتعملي ايه؟ انا محتاجاها، هرجعها لك قريب. محتاجاها ليه؟ عرفيني. لسه ما جهزتش، كده احسن. اول جزء من الخطة خلص، اعتقد انه هيصدق. واو جميلة جدا، ممكن اسألك عن اسمك؟ بتصدقي في الحب من أول نظرة؟ واو ده جنتلمان. كفاية مش هتضحك عليا، انت مش هتأذي أسرتي تاني، وإلا هقرصك من مجساتك، كده أحسن. وأوعى تتجرأ وتخطف بنتي تاني. لو سمحتي سامحيني، مش عايزة أسمع أي حاجة منك. ماما بصي أنا جيلي فيش كبيرة، خلي بالك ممكن تعي. مفاجأة، يا ترى شعري عجبك؟ ده جميل، نسيت إن الشعر على قايمة. يلا نعمل حاجة جميلة، لو سمحتي عادي. ما تقلقيش أنا ستايلست ممتازة، مش هنحتاج الضفاير دي، كبيرة قوي. انتي مخبياهم ليه؟ هتعملي أجمل كيرلز في الدنيا. واو أنا كمان حبيتهم، مش عاديين خالص. يلا نضيف حاجة لإطلالتك، أكيد ده هيساعدنا. الضفاير الصغيرين دول هيدونا شكل لطيف، خصوصا بقطع زي دي. ايوه دي جميله، بصي على النتيجه يا بيبي. انا هرجع لك تاني ماما. كالعاده كان ممكن تستني، دي علشانك. ميدالية؟ لكن ليه؟ انتي واخداها من مكان ولا ايه؟ اختي عايزه تعملي ضفاير؟ انا ممكن اساعدك. فعلا؟ اوكي يلا. خلصنا. واو جميلة قوي، حبيتها. اسمحي لي احضنك. انا نسيت القايمة، مش فاضل غير الديل. يا ترى ممكن نجيبه منين بالظبط؟ بصي في هنا كوينز كفاية تخليكي تجيبي الديل اللي يعجبك. استني هرجع لك على طول. هي فين؟ مبسوطة اني شفتك، انت مهتمة بالديل؟ واو دي مجموعة هايلة جدا، جميل. بسرعة لو سمحتي أنا بردانة. خلاص اخترتي؟ الديل ده هو موضة الموسم ده. انتي ايه رأيك؟ اوكي هشتري. صفقة هايلة. ووهو شكرا. اختي بصي. لا اتفضلي اهو. اخيرا انا خلاص تعبت من اني كابوريا. بلاش كده، خلي بالك يا بيبي انتي الهدف، انقذي نفسك. هي ايه مشكلتها؟ خديها دي علشانك. حصل ايه؟ ها يا بنات. بيبي انت كويسه؟ ايه اللي حصل لك؟ انت اتصبتي؟ ميدالية؟ حصلت لها حاجات كتير. بيبي دي الجميل قوي، هي اللي اديتهولي. جميل ها؟ يعني انا عايشه؟ ووهو كل ده بفضلك انتي، شكرا. انتي شكلك حلوة قوي، مبسوطة ان انتوا بقيتوا اصدقاء، ممكن تلعبوا. هي مين دي؟ جارة جديدة، بنت غريبة قوي. انا هشتري بيت عروسة بحر. انا كنت مخططة لبيت عروسة بحر، دعوات ان انا انفذه في الواقع. في حد بيطلب مساعدة. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ واو أهلا يا بيبي، عيد ميلاد سعيد.
أنا عايزة أديكي بنت أحلامك. رائع، أنا موافقة. يبقى تعالي ورايا يا بيبي. مملكتنا اللي تحت المية هي أفضل مكان للبنى. حتى بصي، تروم تريك، نقدر نبدي البنى. امسكي. أنا هيكون عندي القلعة بتاعتي، ده هيكون أجمل بيت في المحيط. يو، بس مش بالسهولة دي. طيب عملتها. انتي رسمتي على ايديكي بدل الحيطة؟ دوري على مكان تغسلي فيه وشك وانا هساعدك. يلا ننشف الدهان. هي اظن ان انا زودتها. انتي عملتي شغل هايل. دلوقتي يلا نجمع الاطار. جاهز. في ايه بعد كده؟ اظن دلوقتي ان احنا نبدأ في البناء. ممتاز، يلا نجهز الادوات. اقدر اساعد؟ طبعا يا بيبي، يلا ابدأي. وخلي بالك من صوابعي. اي احسن؟ انا هجرب ده. طيب انا بلغت بتقدير موهبتها. اهي الابراج. واو، عملتي كل ده امتى؟ اوكي انا رجعت في كلامي. هي ما تقفيش تحت السقف. روم تريك خلص. طيب والديكور؟ انا مش عايزاكي تقعي. انا هنا، ممكن تديني قوقعة؟ ايه؟ مش عارفة اوصلك. قوقعة غبية. في حد تعب من الحياة؟ انت عايزة نتخنق؟ هي انت بتعمل ايه؟ ما كانش قصدي، اسفة. سيبيني في حالي. تحب شوية اكل؟ كان المفروض تبدأي بكده. يامي. اوه ايوة لذيذ. دلوقتي بينا اصحاب. هو انا نسيت ايه؟ هي انت هتجيبيها ولا لا؟ انا ديلي نمل، احنا عايزين نزين البرج. اوه انا هتصرف، انا عندي حاجة مشوقة. هي يا عروسة البحر امسكي. واو بالظبط اللي محتاجينه. يلا ناخد الطول اللي احنا عايزينه. وطبعا القواقع. احنا فريق خارق. هي اختفت في عيد ميلادها، انا دورت بكل مكان. اوكي يا فندم انا هلاقيها. اطفال كتير اختفوا في نفس اليوم. هما ليه بيدوله مرتب؟ لحظه واحده، دي شكلها هي. افتح الزنزانه. دي هي. افتح. اتفضلي بيبي. بتقولي لمين بيبي؟ را. مش وحش بيبي، تعاليلي. ايه رايك في شويه شبابيك؟ ايوه احنا محتاجين شبابيك. اوكي نقدر نقص الاطار. ممكن اجرب؟ اوهو ده رائع جدا وسهل. اهم حاجه ان احنا ما نتلسعش واحنا بنمشي على الحدود. انا شغاله كويس بقى. جاهز. ده ممتاز. ودلوقتي يلا ندهن. في المملكه بتاعتي هيكون عندنا شبابيك زي بتاعه الغواصه. انا فنانه بالفطره. واو جميل جدا. ممكن اساعد في الديكور؟ اوكي انا موافقه. دلوقتي الشباك بتاعك هيكون على شكل طقنجة. ده رائع جدا، يلا نجربه. بالظبط اللي محتاجينه، انا عجبني قوي. اهلا. واهي الستاير. هو احنا نسينا حاجه؟ لسه في شباك ناقص. هي انا محتاج مساعده، خصوصا ان انا جعان جدا. احنا فعلا محتاجين ده، بس من الافضل تستخدم منشار. مشوق، انا ما جربتش ده قبل كده. هو بيتكلم جد؟ ده مساعد فاشل. هي كابوريا ما تبوظت الاداه، المحترفين هيعملوا الشغل. ايوه كده احسن. تاتا امسكي. واو ده قوي جدا. اوه خلي بالك ده بتاع بابايا. هي والسلاح لسه سليم. اوه بابلز بلوب بلوب. مش هينفع نستريح، لسه ورانا حاجات كتير. يوم للتجميل. انتي بتتكلمي عن ايه؟ اوه فهمت، يلا بينا. كان المفروض تسرحي ديلك من زمان. باي باي للقشور القديمة. واو جميل قوي. انا كمان اقدر اساعد. بصوا جاهزين؟ رائع. عندي فكرة. استعد. اوه دلوقتي ده يوم تجميل للحيطان. اوبس انا مش هعطلكم. لا رائع اكتر من علب الرش. وانا اللي كنت هرميهم. ده جميل جدا.
أنا اشتريت اللعب، أحطهم فين؟ أنا ما فكرتش في ده، بس أنا عندي فكرة رائعة. لحظة واحدة، هي بتعمل إيه؟ خلاص، هيكون عندنا رف من السمك، إحنا هنعلقه فين؟ خلاص كده؟ لا لسه. إحنا لازم نصطاد سمك أكتر. لا مش لازم. واو، عندك حق. تروم تريك، يلا نمشي من هنا. دي نفعت؟ أنا ما سمعتش الانفجار. اقفلي ودانك. في إيه هناك؟ استنى بس وهتشوف. إيه؟ خلوا بالكم. هي راحت فين؟ الدنيا إشارة. إيه ده؟ أنا مش فاكرة إني نزلت ده هنا. لحظة واحدة. لا، الميك اب بتاعي. أظن كده كفاية. ووهو، أظن كده خلاص. شفتوا البنت دي؟ أي حد ساعدوني. يا فندم، شفتيها؟ أنا مش فاكرة. أنتي فين يا أختي؟ يا شباب، اكتبوا في التعليقات لو أنتوا عارفين أختي مكانها فين. أوكي، أنا هسيبها هنا. لا مش هيحصل، ده مش قانوني. أنت بتتكلم عن إيه؟ طيب هروح مكان تاني، ممكن على الأقل ألزقها. لا ده ممنوع. كلامي واضح؟ هو إيه القانون ده؟ بالطريقة دي أنت مش هتنسي. مش هعمل كده تاني. أنا فخور بيكي يا فندم. أكيد مش هنسى دلوقتي. إيه الصوت ده؟ أظن إنه جاي من هنا. ده بيفتح الشهية قوي. بيبي، أنتِ فين؟ مفيش بيبي ومفيش ترابيزة. أنا أقدر أصلح ده. أتمنى ما ياخدش باله. بغسل ظهري. مش عارف أوصلها. إيه هي مشاكل المخالب دي؟ أظن إني عرفت. هقدر أوصلها دلوقتي بالطريقة دي. خلصت، أنا عبقري. بغسل. أظن إن دي فرصتي. رائع. هو هيقعد يستحمى لحد امتى؟ جاهزين؟ روم تريك، بالظبط اللي محتاجينه. طيب يلا نضيف الايدين والرجلين. الترابيزه لازم اتحط عليها حاجه كده. هايب بيبي، في حلويات. انتي هنا؟ فين ال رائع، ده كده كمان اسهل كتير. بغسل ظهري. ايه الراحه دي؟ شويه كمان. احنا جبنا المخدات، هنجيبهم دلوقتي. كروم تريك، رائع، كل حاجه في مكانها. برافو عليكي، انتي كمان كنتي كويسه. انتي عارفه لسه في حاجه ناقصه، النجف. خلينا نعمل نجفه جميله من الجيلي فيش. هنضيف شويه تل. امسكي، ده هيكون جميل قوي. انا ما عنديش شك. يلا نضيف اللؤلؤ. و صح، مخالب من القماش. ساعديني زي كده. خلصت؟ واو، انتي عبقريه. مش هي لطيفه زي بالظبط؟ لحظه، لا، في كورنر فاضي. استنيني، اعشاب البحر تقدر تحل الموضوع ده. بس ده مش كفاية. ده أحسن من الشيبس. خدوا بالهم. أوكي، أنا عندي فكرة تانية، ده كمان هينفع. روم تريك، جميل قوي. إحنا عندنا أكتر قلعة جميلة. أنتي أحسن عروسة بحر. يلا نشوف الرسمة. دلوقتي نقدر نبدأ في الواجهة. هو إحنا إزاي نسيناها؟ ده أهم جزء، يلا نهتم بيه. يلا بينا، السحر هيساعدنا. روم تريك، أهي الحيطة الأمامية، عجباكي؟ خلي بالك، أنا مش هعطلكم. كأنك ما شفتيش حاجة. أوكي، دي هتروح هنا، كل حاجة لازم تكون أمان. إحنا مش عايزين الحيطة تقع. واو، شكلها حلو. ترايدن، جه وقت شغلك. يلا نعمل السكتش الأول، بعد كده هنعمل الفتحات عشان نتخلص من الزيادة. بتعمليها إزاي؟ سهلة جدا، هننزل البوابة.
ده اللي احنا محتاجينه. ازاي هنشيلها؟ استني، نقدر نستخدمها ديكور. ايه رايك نضيف شويه اعشاب بحر؟ ها، دي هتكون حديقتنا اللي تحت الميه. جميله، ها، وشويه سماد. واو، انتي ساحره. ايه كمان نقدر نعمله؟ اظن ان نقدر ازين الحديقه بتاعتنا انا كمان زي كده. الكل بيحب كوكاكولا، اتمنى ان هما يحبوا اعشاب البحر كمان. تروم تريك. واو، طلع جميل قوي. رائع، ده علشاني، انا استحقه. انا جبت حاجه اظن انك محتاجاها. ايه، انا مش مصدقه عينيا. ترايدنت من غير صاحب؟ دلوقتي انا هكون خارج. اوه ايوه، تروم تريك. بالراحه شويه يا بيبي. اتمنى انه ينفع. يلا. انزل. انا بقالي فتره نفسي اصطاد. هو فين الطعم؟ ما تسالش اسئله غبيه، اتمنى ان كل حاجه تمشي. انزل بالكامل. هو احنا بنصطاد باك فيش ولا كابوريا؟ مش هتفرق. اوه، خليك في مكانك. ايه ده، ديكور جديد، شكله مش كده. ده اللي بيتخلص من النفايات. خد ده بعيد. شكرا جدا. واو، ده فيه سمكة قرش. شدها اسرع. جبتها. انت لا تطاق. اسف، بس لايق عليكي. من زمان جدا كان في مجرة بعيدة قوي قوي في مكان فاضي. ايه ده؟ اوه، اظن جه وقت الشغل. اوكي بيبي، انا لازم امشي. باي باي. هاي بيبي. هاي، بصوا على الفشلة دي. هاي، كفاية، الملكة الفشلة، ليه بتعملوا كده؟ بطلوا حالا. ها 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 ها. مين بعدها؟ يلا نمشي من هنا. كده احسن. بطلتي. اسفه يا بيبي، اظن ده يخصك. تعالي معي. تروم تريك. اهلا. اوه، جالنا بريد. اتمنى ما تكونش فواتير. واو، انتي تبنيتيني؟ شكرا. جميل، ها؟ ودلوقتي عرفت هنعمل ايه النهارده. عايزه تكوني عروسة بحر، صح؟ انا عارفه ازاي هساعدك. تغيير الشكل هوايتي المفضله، انا معاكي في ده. اوه لا بيبي، ما كنتيش بتتنفسي طول الوقت ده. استني، لقيتها. انتي ليه ثابته زي السمكه؟ دلوقتي ممكن تتنفسي. شكرا. استني ثانيه، مين هناك؟ هاي بيتي، انا سمعتك وقررت اساعدك. وصلت في الوقت المناسب. يلا بينا نبدا شغل. بيبي امسكي نفسك، مش هتحتاجي الشيء ده قريب. كل عروسة بحر عندها خياشيم، ودلوقتي انتي كمان بقى عندك. اتنفسي. واو، يلا نبدا تغييرنا. استني، حد بعت لي فيديو. سمكة غبية جدا. ايه؟ طيب طيب طيب، ومين الغبي دلوقتي؟ ها؟ مفيش حد. يبقى امسحي تعليقك. اوه لا، هي لقيتني ازاي؟ لو سمحتي ما تأذنيش، ده كان هزار، الحقوني. يوه، كانت هتمسكني. اوه لا، دي ماشية ورايا. مش هتعرفي تستخبي مني. الحقوني. انتي بتعملي ايه؟ هو صعب عليكي تفضي التواليت ولا ايه؟ يوه، كنت فاكره انها مش هتمشي ابدا. باتي، انا عايزه تسريحه شعر حلوه. بصي، دي كمان في القايمه. طبعا يا بيبي، عادي، صديق لي مخالب ذهب. عندي زبونه جديده، في واحده عايزه تكون عروسه بحر. ايوه طبعا، اعتقد انهم هيتفاهموا مع بعض. يبقى ثقي فيا، شكلك هيكون هايل. أنا اشتغلت مع أريال وبوسايدون كمان.
إيه أشهر تسريحة شعر مشهورة في المملكة؟ كرابي، ممكن تعملي زي دي؟ طبعاً يا بيبي، مفيش مشكلة. إيه ده؟ أوه، خلصتي؟ دي لايقة عليكي جداً، أحسن بكتير من القديمة. أنا خلاص ما بقتش نيرد، قريب مش هتعرفوني. أيوة حبيبتي، بس ما تتحركيش. إزاي ده حصل أصلاً؟ أنا بصادر طفلتك، هتيجي معايا. يا شباب ساعدوني أحرر الطفلة، أعملوا لايك للفيديو والشباك دي هتتفك أسرع، أنا بترجاكوا. لقيتها، ده مستحيل. شكراً ليكم جداً، أنقذتوا البيبي. مامي، رجعنا لبعض تاني. مش هتفلتي بعملتك دي، أنا هعلن جايزة على البنت دي. ده ألبوم مامتي، يلا نشوفي إيه جواه. مفيش غير عرايس البحر. ماما هتفرح لو عملت لها كولاج. يو، هو ده، دي جاية. أوه لا، ده كابوس. زمايلي في الفصل، مين عمل فيكم كده؟ مين حرامي الديول ده؟ مين اللي عملها؟ استني ثانية، مفيش مشكلة، عندي فكرة. ديول، لولي، بوميران، وطقشة، شوية خيال ومجموعة أشكال. لو جمعتوا ده كله ممكن تعملوا حاجة جميلة جدا. ترون تريك، وصورة البحر بقت جاهزة، هايل قوي. بيبي انتي هنا؟ عندي مفاجأة ليكي، جربيه. واو، بقى عندي أمواج حقيقية في شعري. شكرا، شكله هايل. هي الطفلة دي بتجيب الطاقة دي كلها منين؟ ده مستحيل. تعالي هنا، أنا جاية لك يا مامي. أوبس. أوه. هاي، مينفعش تعملي كده. هعمل إيه تاني؟ العبي معايا. أوكي، تحبي تلعبي هوكي؟ ممكن نعمل ده، واحنا معانا العصيان اصلا. يلا بس نلونهم. كل ما الالوان تكتر كل ما تكون احسن. دي جميلة جدا، اتفضلي خديها. يلا نعمل ساحة تزلج للعبة، هنصب شوية مية هنا ونضيف المركز والمرمى. روم تريك، دي جمدت، ممكن نبدأ. يلا نشبك العصيان يا بيبي، استعدي للهزيمة، أنا مش هستسلم. ها، خدي دي، ما كنتش فاكراها هتكون مسلية كده. لو اتحمستي يبقى يلا بينا، أنا مش هرحمك. أوه لا، عينيا. بقيتي شبه ترمونيتور، جبتيها منين؟ اهدي يا حبيبتي، ابعدي عني، أكيد بتشوف كابوس. هي امشي بعيد، ما تخافيش، كل حاجة تمام، أنا هنا. يا شباب بتشوفوا أحلام مخيفة؟ اكتبوا في التعليقات كان إيه أكتر حلم مخيف شفتوه؟ هي انتي سامعة؟ هو ده صديقنا كراب؟ إزاي ده ممكن؟ مش عارفة. أوه لا بلاش ده، مش هينفع نقف في نص الطريق، ده وقت الميك اب. أعتقد مامي مش هتمنع لو استغليناه تجريب الميك اب.